اول لما المريض بيتقال له ان هو محتاج عمليه تغيير مفصل الفخذ، بيبقى اكتر تساؤل واكتر حاجه بيبحث عنها عن الانترنت ايه هو انواع مفصل الفخذ، وايه النوع اللي هيركب لي، وايه النوع المناسب ليا. طبعا اول حاجه في تحديد النوع، التشخيص السليم الاول للمريض عن طريق الهيستوري او التاريخ المرضي للمريض، الفحص الدقيق للمريض، الفحوصات اللي بتطلب للمريض، لان مفصل الحوض او الورك او الفخذ ليه انواع كتير، فبنختار للمريض النوع اللي مناسب حالته. ايه هي الانواع دي؟ الانواع دي اول حاجه خالص بتفرق، هل هنركب نصف مفصل ولا مفصل كامل؟ ايه الفرق؟ الفرق هو التجويف بتاع الحق اللي موجود في عظمه الحوض، هل ده هنحط له سطح زي ده ويتحرك جواه الجزء بتاع الجزء اللي محطوط في عظمه الفخذ ودي الراس، ده المفصل الكامل. النصف مفصل ان احنا بنسيب الجزء بتاع الحق ما دام هو سليم، وده بيبقى في المرضى اللي هم كبار السن اللي حصل لهم كسر في عنق عظمه الحوض. بنعمل ايه؟ بيتحط نصف مفصل، ده الجزء وده الراس اللي بيتحرك عليه، اللي هو المفصل اللي بنسميه نصف مفصل او ثنائي الاقطاب، وبيتحرك المفصل بالشكل ده على الحق اللي ربنا خلقه. نيجي بعد كده بيتقسم المفصل، هل هو اسمنتي ولا لا اسمنتي؟ ده برضو بيفرق في الحق وفي الفخذ. في الحق لو ركبنا ده بالشكل ده بريسفيت هنا او ماسك هنا، ده لا اسمنتي، هو متثبت بان هو داخل بالظبط في المفصل، وممكن نضيف ليهم مسمار. وبعد كده بيتحط بطانه ليها زي بولي ايثيلين وبيتحرك عليها المفصل، ده لا اسمنتي. الاسمنتي ان بيتحط اسمنت طبي وبيتحط فوقيهم المفصل، وبيبقى الاسمنت الطبي هو اللي مثبت المفصل. وكذلك في الجزع اللي بيتحط في عظمه الفخذ، ده ممكن يبقى لا اسمنتي وممكن يبقى اسمنتي. طبعا العمر الافتراضي للا اسمنتي بيبقى اطول، بس في حالات بنحتاج فيها الاسمنتي ولا غنى عنه، زي الهشاشه الجامده او لو في مرض ضاعف العظم اللي هيمسك فيه المفصل. بعد كده بنيجي لموضوع السطح نفسه اللي بيتحرك على بعضه زي ده، ايه انواعه؟ النوع انه ممكن يبقى سيراميكي، وده اطول عمر افتراضي للمفصل، وممكن يبقى جزء الحق بولي ايثيلين او بلاستيك، والراس دي نفسها ممكن تبقى ميتال. دي الانواع بشكل عام. هو الهدف الاساسي ان هو لو تم تشخيص المريض بطريقه مظبوطه هيتم اختيار نوع المفصل المناسب لحالته. اخر جزء بيفرق اللي هو الجزع بتاع المفصل، ده ممكن يبقى بالشكل ده اللي هو الجزع القصير، وده اغلب المرضى بتحتاجه، وممكن يبقى ذو جزع طويل ياخد عظمه الفخذ من اولها لاخرها، وده بيبقى في حالات معينه جدا اللي بتحتاجه. وفي الاخر بنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه.